على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير. أشعر باعتزاز بالغ لدعوتي للمشاركة في هذا الحفل المهرجان لهذه العائلة الكريمة والعريقة، عائلة الشهداء والعلماء، هذه العائلة التي تؤكد أنها من مداميك هذا الوطن، هذه العائلة التي تقدم دوما النموذج للتضحية وللفداء من جهة، وللعلم والعلماء من جهة أخرى. رسالتي للطلاب أن يتأكدوا أن تميزهم ونجاحهم له أبلغ الأثر في بناء هذا الوطن، وأقول لهم أن لكل منهم سماته الخاصة التي إن أحسن استثمارها سوف يتقدم. ودائما أقول للطلاب أن القدرات وأن الطاقات الخارقة هي في الإرادة، فتملكوا الإرادة وسوف تتقدمون دوما إلى الأمام.